قام سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بزيارة لسفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين لتقديم واجب العزاء في ضحايا الزلزال الذي وقع في المناطق الشمالية من سوريا وجنوبي الجمهورية التركية يوم امس. وقد اعرب سعادة وزير الخارجية لسعادة السيد محمد علي ابراهيم سفير الجمهورية العربية السورية الشقيقة المعين لدى المملكة عن خالص تعازي ومواساة مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا للحكومة والشعب السوري في ضحايا الزلزال الذي ضرب المناطق الشمالية من سوريا وعدد من الولايات جنوبية الجمهورية التركية وأسفر عن وفاة وإصابة مئات الأشخاص وانهيارات في المباني والمنازل والممتلكات سائلا المولى العلي القدير أن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل مؤكدا تعاطف المملكة وتضامنها مع سوريا وشعبها الشقيق في هذه الكارثة المؤلمة